مرحبا مجددا في نشرة الواحدة، والتي نبدأها بهذا الخبر العاجل الذي وردنا، حيث أحال النائب العام 64 من أعضاء اللجان النوعية للإخوان في محافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد للمدعي العام العسكري. استقبل مطار القاهرة اليوم 180 مصريا نازحا من اليمن عبر رحلات قادمة من السعودية وسلطنة عمان. وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت أن إجمالي المصريين الذين تم إجلاؤهم من اليمن برا وبحرا وجوا تجاوز 1200 مواطن منذ بدء العمليات العسكرية هناك. كما كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة في وقت سابق أن العمالة المصرية في اليمن تتراوح بين 6 و7 آلاف عامل. عاد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي إلى مصر بعد انتهاء زيارته لباكستان والسعودية. وقد تصدرت عمليات عاصفة الحزم العسكرية في اليمن مباحثات وزير الدفاع مع نظيره السعودي الأمير محمد سلمان بن عبد العزيز في الرياض. كما ناقش صبحي ومضيفه السعودي سبل التنسيق والتشاور لجميع المستجدات التي ترتبط بالأمن القومي العربي والإقليمي. صبحي كان قد ناقش في باكستان أيضا سبل تدعيم أوجه التعاون والعلاقات العسكرية بين القوات المسلحة. رجحت مصادر دبلوماسية تأجيل التصويت على مشروع قرار تقدمت به دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن، وذلك في مجلس الأمن إلى الاثنين المقبل، في الوقت الذي تطلبت روسيا المزيد من الوحدات لتنقية المياه ومولدات الكهرباء والخيام. وقد تضمنت الشحنة الأولى للصليب الأحمر مساعدات طبية، بينما أرسلت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف مساعدات مشابهة إلى صنعاء أمس الجمعة. تعهد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي لعشائر الأنبار بإرسال سلاح وذخيرة لهم في موعد أقصاه نهاية اليوم السبت، وذلك لمساعدتهم في التصدي لتنظيم داعش الإرهابي. كيوخ محافظة الأنبار بإعدادهم بسلاحهم من التصدي للهجمات المتزايدة قبل أن تنفد ذخيرتهم على حد وصفهم. يذكر أن تنظيم داعش نجح في السيطرة على غالبية الحياة في الأنبار خلال الأيام الأربع الأخيرة. صرحت المتحدثة بمجلس القومي الأمريكي بأنه يجب رفع الحصار عن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب العاصمة السورية دمشق. وقالت في بيان صدر عن البيت الأبيض إن اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون داخل المخيم المحاصر منذ ما يقرب من عامين يقعون الآن فريسة بين تنظيم داعش والنظام السوري الذي يواصل هجومه على المخيم. ودعت المسؤولة الأمريكية النظام السوري لوقف القصف الجوي حتى يتمكن المدنيون من مغادرة المخيم. بعث رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ببرقية تهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيد. كما بعث رئيس ببرقية تهنئة إلى أقباط مصر المقيمين في الخارج لتهنئتهم بالعيد. وكان السيسي قد أناب كبير ياوران رئيس الجمهورية اللواء أركان حرب صبري السيد يوسف لحضور قداس عيد القيامة، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية مساء اليوم. كما تم إيفاء أمناء رئاسة الجمهورية الذي انتهى العيد المختلفة. قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية إعلان حالة الطوارئ استعدادا لأعياد شم النسيم والقيام المجيد، وذلك لتأمين احتياجات المواطنين من السلع الغذائية. وقال وزير التموين والتجارة الداخلية دكتور خالد حنفي إنه تم جميع السلع الغذائية بفروع المجمعات الاستهلاكية وشركة بأسعار عن الأسواق، خاصة الأسماك الطازجة والمملحة والرجال، ذلك بكمية كبيرة وبجودة عالية. وأضاف الوزير أنه تم تكثيف حملات مفتش التموين لضبط الخارجين عن القانون والسلع الضارة غير الصالحة للاستهلاك.
هذا وينتظر المصريون احتفالات أعياد الربيع وشم النسيم كل عام، إذ يجدون في هذه الأيام فرصة طيبة للتنزه والترويح عن أنفسهم، وذلك بالخروج للحدائق العامة والمتنزهات وتناول الأطعمة التقليدية في هذه المناسبة. كيف يقضي المصريون عطلة هذا اليوم؟ مراسلنا أحمد عبد الرازق يرسم لنا صورة مقربة للمشهد المصري شديد الخصوصية. مهرجان شعبي تشترك فيه كل طوائف الشعب المصري، فيخرج الناس إلى الحدائق والحقول والمتنزهات حاملين معهم أنواعا معينة من الأطعمة التي يتناولونها في ذلك اليوم، مثل البيض الملون والسمك المملح والخص والبصل والملانة، وهي أطعمة مصرية ذات طابع خاص ارتبطت بمدلول الاحتفال بذلك اليوم عند الفراعنة بما تمثله عندهم من معان تعبر عن الخلق والخصب والحياة. نتلموا احنا واصحابنا كده ونروح يعني كده ونعمل ونفرس حصير كده مثلا وناكلوا مع بعضينا. الفسحه بتبقى اهم، ما بتخليكش تركز في الحاجات دي اصلا، وبالذات لما يكون في اولاد بتبقى اهم حاجه عندك ان هم يشوفوا حيوانات ويتفرجوا على اماكن جديده ولا ياخد فسيخ ولا ياخد رنجه ولا ياخد مزفرات ولا الحاجات دي، مالها سندوتشات وتحط في زبالتك في الكيس والواحد يرميه في الباسكت وخلاص. تستعد وزارة الصحة المصرية لهذا الحدث السنوي بعدد من الإجراءات أن تجعل الناس يجدون اليوم بأمان تام. إحنا في عندنا عقيد وده بيقوم به قطاع الطب الوقائي من خلال الحملات التفتيشية على أماكن التخزين والبيع، وده إحنا بنكثفه جدا في الأسبوعين السابقين لفترة الأعياد. الاستعداد في وقت الأعياد اللي هو بدأ النهاردة وهينتهي بعد انتهاء الأعياد، رفع درجة الاستعداد في الطوارئ، إلغاء الإجازات للعاملين بالطوارئ، تأكد من مخزون الدواء، الطعم موجود وإحنا يعني تأكدنا من المخزون الاستراتيجي بتاعه. في سيارات الإسعاف عندنا تقريبا 2700 وشوية سيارة إسعاف، بنعيد تمركزها في المنتزهات، الحدائق العامة، حوالين الكنائس، بحيث إنه يبقى السيارة أقرب ما يكون إلى التجمعات أو أماكن وجود الناس. قد تتخذ إرشادات وملاحظات التحذيرات، لكن أبدا الناس عن ذلك اليوم. لم تقف يوما تحذيرات وزارة الصحة حائلا بين متعة يلتمسها المواطن في الخروج للمتنزهات في شم النسيم وأعياد الربيع، متعة لا تكلف كثيرا، تستحق بعض المغامرة وأيضا بعض الحذر. أحمد عبد الرازق، تلفزيون النهار. ختام نشرة الواحدة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. صفقة مصرية أمريكية مرتقبة لشراء صواريخ هيلفاير ب 57 مليون دولار. محلب يفتتح محور مؤسسة الزكاة ويشهد مد خطي أتوبيسات لربط المنطقة بالعتبة وركسي. الإعدام لبديع وثلاثة عشر آخرين من الإخوان في قضية غرفة عمليات رابعة. ختاما نذكركم بأنه لمزيد من المتابعة لأخبار النهار يمكنكم دائما زيارة موقعنا على الإنترنت www.annaharlive.net، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تويتر، إنستغرام ويوتيوب. نعود ونلتقي في تمام الثالثة بإذن الله. طابت أوقاتكم.